قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات. التفت دعبل إلى الإمام قال مولاي ما عهدنا لكم قبورا في طوس، هذا قبر من؟ احنا عدنا علم بقبور طيبة، عدنا علم بقبور الغري، عدنا علم بقبور بغداد، لكن ما عدنا علم إليكم قبور يعني وصلوا بيكم إلى طوس، شتتوكم يمينا شمالا، قبوركم مفرقة موزعة ما جمعوكم، وصلت قبوركم إلى طوس، هذا قبر من؟ قال يا دعبل هذا قبري، لا تمضي الأيام والليالي حتى تكون أرض طوس مختلفا لشيعتي وزواري. نادى دعبل ومصيبتا مولاي انت بعد مثل اجدادك يسمونك لو تموت موتة عينك؟ قال بلى يا دعبل اسقى سما قاتلا يقطع احشائي. صيح باعلى صوتك واماما، هذا موقف ويا واحد من اصحاب الامام، موقف ثاني ويا صاحب ثاني، تطرق الباب، فتح الامام الباب، اجب دعوه الامير. التفت الامام الى ابي الصلت يقول انا امضي ولا امن على نفسي، خل اعطيك علامه اذا خرجت وانا مكشوف الراس فاحمد الله على السلامه. تقدم ابي الصلت قال له مولاي واذا خرجت وانت مغطى الراس؟ قال اذا خرجت وانا مغطى الراس فاعلم ان نارا تلتهب في احشائي. دخل امامنا على الرجل، قدم اليه حبات العنب والرمان المسموم، وقيل عصير العنب والرمان. شرب الإمام جرعة من ذلك العصير، خلى إيده على قلبه، أحس من فيه إلى سرته من يقطعها بالمواسي، نار تلتهب في أحشائه. قام إمامنا التفت إليه أزيدك يا ابن العم؟ قال حسبك اللي تريده ووصلت إليه. خرج إمامنا مغطى الرأس، نظر أبو الصلت إلى إمامنا بهذه الحالة، نادى ومصيبتا، يعني خلاص راح إمامك يا مؤمن، سووها بإمامك يا مؤمن. دخل إمامنا إلى داره، صار يتقلب يمنة ويسرى، التفت إلى أبي الصلت قال له يا أبي الصلت أغلق الأبواب، هسه يجي ضيف كريم، تعرف هذا من؟ هذا صاحب العزاء، عظم الله له الأجر، أحسن الله له العزاء. يقول بينما أنا كذلك وإذا بغلام أشبه الناس بسيدي الرضا، قلت له كيف دخلت والأبواب مغلقة؟ قال إن الذي جاء بي من المدينة إلى طوس هو الذي أدخلني والأبواب مغلقة. من أنت؟ قال أنا إمامك بعد أبي الرضا، أنا قرة عين أبي، أنا أبو جعفر الجواد. جاء إمامنا الجواد رمى بنفسه على أبي، شحالة الأب اللي سنين ما شاف ولده، شحالة الولد اللي سنين ما شاف أبوهم أيضا، صار هذا يبكي وهذا يبكي.
الله يرحم اللي عبد الرسول السهلاوي صور الموقف بين أبو الصلت وبين الإمام الجواد. قال على نشد خلاك والباب مغلوق، إيه إيه مأجور مدهوش بالاك ترتعش والقلب محروق. وقل لي على من هالبكا وجيبك المشقوق، وش جيبك لنا واشوف بوجهك غبار. قال لي أنا إمامك وأنا راعي الفجيعة، إيه وأنا الجواد قرة عيون الشفيع، وأنا الخلف لكم وعليكم يا شيع. هذا أبويا وكان بعدك تبغي أخبار. صيح وإماما ما زال إمامنا الرضا يوصي ولده بوصايا حتى عرق جبينه. التفت أبو الصلت إلى الإمام الرضا قال مولاي يعني خلاص هذا الفراق، يعني بعد اليوم ما باشوف نورك، خلاص أودعك. قال بلا يا أبو الصلت. عند ذلك صار أبو الصلت يضرب على صدره مناديا وإماما عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء. عند احتضار الموت مد يديه أسبل رجليه غمض عيناه عرق جبينه سكن أنيناه أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة. صح ونادي وعليا ولي على اللي عذب المأمون حالا. شمع عهد بعهود لكن ما وفال ولا هجع حتى ردي الذات غال. مأمون وش جرم الرضا سواه ويا. عظم الله أجوركم ذاع الخبر خرج الناس إلى الطرقات. هذا يلطم صدره ذاك يلطم راسه توجهوا وإذا بجثة الإمام هامدا. عظم الله أجوركم. قام المأمون بجهازه هذا في الظاهر، لكن في الواقع هذه عقيدتنا أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. قام الجواد بجهازه انحنى عليه قبل جبينه يقول بويا شلون أرجع من دونك إلى المدينة، شقول إلى بناتك، شقول إلى أخواتك، شقول لبني جعفر، شقول لبني عقيل. صح ونادي ومصيبته يا طوس ضميتي بدر من آل عدنا فزتي بقبره وارتفع لك في الملاشة نلت الفخر يا طوس من بدر أفل بيك
والخلق من كل النواحي تعتني لي يشبه الوادي المقدس صار وادي يخلع عالم يطب الذات المكان وإماما يا طوس ضميت المفاخر والفضايل وبحفرتك علم الأواخر والأوائل صرتي البدر المصطفى تالي المنازل بيك اختفى وظلام هوانا ورج الأكوا عظم الله أجوركم يا الخلق يلا خل أطلع وياك من طوس الروح كربلاء هذا نظم من العطية الجمري يدري لأن بين هذه المناسبة وبين الأربعين يومين ولهذا نفس النظم نفس الأبيات ياخذنا من طوس يودينا إلى كربلاء احنا نخاطب الحسين ظليت وحدك أبو علي ما عندك ناصر هذه الأفواج متجهة إلى مرقدك تنادي حسين ش عندك يا أرض طوس قالت بابن موسى الفخر كله جمعته يلا يلا هيئ نفسك إلى الأربعين ها قالت بابن موسى الفخر كله جمع غصب علي ابن الرجس قطع لكن بلا تجهيز جسمه ما ترك هذيج عتبوا على اللي برضها ظلوا بلا جفا واحسن اعشب الوادي وارتحت يوم لفاني ولبيت دعوة سيدي بس ما دعا وتحول التعظيم لجلة من مكان يلا عليك لا روعت قلبه ولا تحير إعيدة لا روعت قلبه أبا عبد الله إن بقيت وحيدا تنادي ألام الناصر إن بقيت وحيدا تنادي أمام ذاب فهذه الأفواج متجهة إلى مرقدي تنادي حسين وأحسن وعدهم نداء بلسان الحال ها شي يقولون وهذه الأبيات المحفوظة عندك من زغرق يقولون لو قطعوا أرجو لنا واليد لو قطعوا أرجو لنا واليد اقرأ اقرأ نأتيك زاحفا سيدي يا حسن يلا عيدا نأتيك زاحفا سيد لو بكل فريضة تروح للحاير الشيخ وياهم وياهم من مشهدك تطلع وتقصد لش زور القمر لزهار أبو جفوف أبو فاضل شيال رايتكم أسور الهاشمي